يعني دايما بتشوفوا اصغر الحاجات وتقيفوا فيها. يعني مثلا يعني مثلا تلومي صاحبتك في حاجه صغيره يعني بسيطه هي، يكون في لوم كبير اكبر من الحاجه نفسها. والله طبعا النساء دائما يعني عندهم عالم اللوم. ليه؟ لانهم هم متواصلين مع بعض، في تواصل بين الناس. الواحدة لما بتواصل مع الناس وبتلقى في قصور من الناحية الثانية بيلوموا بعض، وفي اللوم، في اللوم جميل وفي لوم عتاب جميل وفي لوم يعني بزعل، لكن اللوم الجميل دائما بيخلي الناس يتواصلوا مع بعض ويشوفوا الناقص شنو. يعني مثلا انا عندي واحدة عزيزة علي حصلت لها حاجة ما مشيت لها، انا براي بكون لايمة نفسي من غير هي تلومني. فالتواصل جميل يعني متلومة معاه. ايوه يعني دي كلمة متلومة معاك، متلومة معاك، انا تلومت معاك، انا تلومت. ايوه صح، يعني دي بتلوم نفسك قبل ما هم يلوموك. الوم نفسي قبل ما هي. وطبعا بيقولوا انه اللوم محنة، وما يعني لامك دارك، يعني ما دارك ما لامك. ايوه صح، ما دارك ما لامك.